روتين سحري يا البنات، ثلاثه الوصفات اللي غادي يهنيوك من المسامات الواسعه، غادي يهنيوك من الحبوب ومن اثار الحبوب ومن تجاعيد ومن السواد ومن اي مشكل عندك في البشره ديالك. خليكم البنات معايا من الاول الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الروتين كامل ان شاء الله اللي غادي يهنيك من المسامات الواسعه ومن اي مشكل عندك في البشره ديالك ان شاء الله. سلام البنات، لاباس عليكم؟ تخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالف خير ان شاء الله. اليوم باذن الله طلبه لبزاف البنات هاد لا فيديو تحت الطلب ديالكم، البنات اللي يعانيوا من مشكل ديال المسامات الواسعه واثار ديال الحبوب والحبوب كذلك. البنات غادي نعطيكم هذا الروتين اللي رائع لواحد الدرجه كبيره كبيره، غادي يهنيك من المشكل ديال المسامات الواسعه البنات لواحد الدرجه كبيره كبيره، وان شاء الله من اول استعمال غادي يبان لك الفرق ان الوجه ديالك يعني تبدلات فيه واحد الحاجه، يعني ما كيبقاش الوجه ديالك كيف ما انت كتشوفيه. وسبحان الله هاد النوعيه ديال البشره عندها واحد الميزات، سيده عندها المسامات الواسعه تعرف بان النوع ديال البشره ديالها فهي بشره دهنيه. وشنو هي الحاجه الزوينه في هاد النوعيه ديال البشره؟ انها سبحان الله العظيم ما كيجيوهاش تجاعيد في واحد السن اللي كيكون صغير بزاف، يعني كطول المده عاد يقدر يجيوك تجاعيد او اي حاجه. دي حاجه زوينه في النوعيه ديال البشره، يعني واخا نتوما عندكم مشكل وانا انا هذا المشكل ما كنسميش انه مشكل، هذا سبحان الله ربي خلق هذه النوعيه ديال البشره بهذه الطبيعه ديالها، يعني بهذوك المسامات البشره سبحان الله كتنفس. اذا البنات ما نطولش عليكم، غادي نعطيكم ان شاء الله الروتين اللي غادي ينفعكم لواحد الدرجه كبيره 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 البنات، بواحد المكون اللي موجود في الدار وموجود في اي بيت دخلتي ليه، يعني كنشربوه كان يعني يوميا عندنا وما عارفينش المنافع الكثيره ديالو في حل مشكل ديال المسامات الواسعه واثار ديال الحبوب والحبوب كذلك. اذا البنات ما نطولش عليكم، غادي نخليكم ان شاء الله مع هاد المكونات اللي هي ان شاء الله غادي نصيب اول حاجه تونر ان شاء الله، وغادي نصيبوا ماسك، وغادي نصيبوا واحد الحاجه اللي غادي نخليها لكم ان شاء الله مفاجاه في اخر الفيديو اللي غادي تهنيكم من هذا المشكل كامل، يعني فيها كل شيء كل شيء. اي مشكل عندك في البشره ديالك ماشي غير المسامات الواسعه، اي مشكل غادي تهنيك منه. اذا البنات خليكم معايا من الاول لا فيديو حتى الاخر، واللي كتشوف لا فيديو لاول مره ما تنسينيش اختي من لايك 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 وتشتركي في القناه باش تنضمي للعائله ديالي وتفعلي الجرس. اذا البنات نخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا اللي هو الشاي الاخضر المعروف، ان في كل بيت دخلتي ليه كتلقاي اتاي المغربي في كل دار ما شاء الله، عنده البنات بزاف ديال الفوائد خصوصا للبشره الدهنيه، كيساعد على غلق المسام اللي هي اول حاجه سد المسام الواسعة، تقليل من إفرازات الدهون، كيخلي البشرة الدهنية مثالية، مضاد للميكروبات، كيساعد على قضاء على الحب شباب البنات، الرؤوس السوداء، شغن نقول لكم الأثار ديال الحبوب رائع لواحد درجة كبيرة كبيرة. إذن البنات غادي نحتاجو واحد القدر ديال جوج معالق كبيرة، وغادي نحتاجو الماء يكون غليان مزيان مغلي مزيان، صافي تنديرو فواحد الكويس وغادي نغطيه بشي طبيصيل ولا شي بواطا ولا شي حاجه حتى يطلق لينا هذاك الماء ديالو مزيان مزيان. وبالنسبة للماسك ديالنا البنات ان شاء الله شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو تقريبا واحد جوج معالق اللي غادي تكون كبيرة ديال الشاي الاخضر كيف ما كتشوفوا البنات في لا فيديو، وغادي تطحنيه في مولينكس باش يولي عندنا ان شاء الله على شكل بودرة، اللي حنا غنحتاجو ان شاء الله البودرة ديالو كيف ما كتشوفوا البنات. من بعد فاش طحنا الشاي الاخضر ولا عندنا على شكل بودره، غادي نحتاج منه واحد جوج معالق اللي غادي تكون كبيره، وغادي نحتاجو زبادي اللي هو دانون مسوس كيف ما كتعرفوا البنات، دانون مسوس اللي هو زبادي فهو غنقول لكم رائع لواحد الدرجه كبيره كبيره في غلق المسام، لانه غني بماده الزنك، غني بالحمض اللاكتيك، حمض الالفا، كينعم البشره، كيحارب التجاعيد، الهالات السوداء،
الخلايا الجلد الميتة، الخطوط الرقيقة والغليظة، البقع الداكنة، بزاف ديال الفوائد البنات لا تحصى. اذا البنات وغادي نخلطوا المزيج جيدا جيدا حتى نحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل البنات. صافي البنات كيف ما كتشوفوا في الخليط ديالنا راه طلق ما شاء الله، ديال الشاي الاخضر مع الماء اللي كيكون طايب مزيان اللي هو مغلي. شوفوا اللون كيفاش خرج معنا ما شاء الله، يعني المكونات كامله طلقات معنا. غادي نصفيه كيف ما كتشوفوا، صفيه مزيان. وشنو غادي نزيدوا عليه البنات؟ غادي نزيدوا عليه خل تفاح، معلقه صغيره ما شاء الله. خل تفاح راه غني عن التعريف، راه ذهب ما شاء الله لكل شيء، للشعر، الجسم، البشره. ان شاء الله غادي نعطيكم منه بس وصفات كثيره كثيره باذن الله. صافي البنات، وهذا الخليط غادي نديروه في واحد الرشاش وغادي تخليوه في الثلاجه. وخليكم معايا البنات حتى لاخر لا فيديو باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله. هذا هو التونر البنات اللي صوبنا مجموعين دابا حاليا. اول حاجه ان شاء الله شنو غادي نديرو؟ غنبداو بالتونر ديالنا. هاد التونر البنات خاصو يكون عندكم روتين، يعني فوق ما غادي يسالي لك غادي تبقاي تصوبيه، فوق ما يسالي غتبقاي تصوبيه وديريه في الثلاجه، يعني يكون بارد مزيان مزيان. راه كنت عارفوا البنات الفوائد ديال هاد التونر هذا ما يبقاش يخطاكم نهائيا، خصوص الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال المسامات الواسعه، يعني غادي ينفعكم لواحد الدرجه كبيره 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 كبيره، وغادي تجيو تشكروني بزاف على هذا الحل اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. المهم البنات شنو غادي نديرو؟ غادي تجيبيه وغادي ترشيه على البشره ديالك كامله بهذا الشكل بحال هكا. بحال هكا ترشي الوجه ديالك مزيان مزيان، غادي تخليه حتى ينشف. بالنسبه للتونر البنات غادي تستعملوه في الليل وسط النهار في الصباح، ما عنده حتى شي ضرر على البشره ديالكم، بالعكس عرفتي فاش غادي ترشيه غتحسي بالوجه ديالك يعني بدا كيتجمع، سبحان الله غيبدا كيتجمع. اذا البنات ندوزو ان شاء الله الماسك اللي غادي نديرو مجموعين، اللي غادي نديرو ان شاء الله من بعد هاد التونر اللي صوبنا مجموعين. الماسك ديالنا البنات شنو غادي نديرو؟ كيف العاده البنات في اي ماسك كنديرو للبشره ديالنا غادي تطبقيه على البشره ديالك كامله، وغادي تسناي لمده 20 دقيقه ان شاء الله، وغادي تغسلي البشره ديالك ونرجعو من بعد باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد هاد الماسك ان شاء الله. هانتوما البنات اول حاجه شنو كديرو؟ غادي تطبقي الماسك عادي بحال هكا، زي على البلاصه اللي عندك فيها المسامات واسعه بزاف. الاكثريه البنات كيعانيو من هذا المشكل كيكون هنايا في الحنك ديالو. اذا غتبقي تركزي بحال هكا وتحطي طبقه فوق طبقه كما كتشوفوا البنات، طبقه فوق طبقه بحال هكا صافي، وكتكملي الوجه ديالك كامل. مهم البنات ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد ان شاء الله. صافي البنات انتما كيف ما كتشوفوا كملت الماسك في الوجه ديالي، وكيف ما قلت لكم البنات غادي ديروا واحد الطبقه اللي غتكون سميكه بزاف في البلايص اللي عندكم نتوما فيهم المسامات الواسعين. كيف ما وريتكم انا البنات ما عنديش مسامات الواسعين، يعني البشره ماشي دهنيه عندي. المهم وريتكم غير الطريقه كيفاش، يعني مثلا في هذه البلاصه بحال هكا هنايا غادي تحاولي انك ديري فيها واحد الطبقه اللي كتكون غليظه يعني سميكه، تحطي طبقه فوق طبقه. صافي البنات وغادي تسناي لمده 20 دقيقه وغادي تغسلي الوجه ديالك. المهم كتحسي بالماسك يعني بدا كينشف، ماشي حتى كينشف كاع بزاف، المهم بدا كينشف. صافي وغادي نغسلو الوجه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد ان شاء الله. صافي من بعد ملي كدوز 20 دقيقه كتحسي بالماسك يعني قرب ينشف ماشي كينشف كاع بزاف. صافي كتغسلي البشره ديالك عادي، غسليها عادي، حيدي الماسك ديالك. شنو كنديرو من بعد؟ نقول لكم البنات هذه الطريقه اللي غادي نعطيكم ثالثه رائعه لواحد الدرجه كبيره 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 في سد المسام، في سد المسام، وغادي تهناي من هذا المشكل نهائيا البنات الا داومتوا عليه تقريبا غير اسبوع، غير اسبوع داومتوا على هذا الروتين اللي عطيتكم غادي تهناي من هذا المشكل ديالك. مهم اول حاجه شنو غادي نديرو؟ المهم البنات انا كنت غادي نصور لكم الطريقه كيفاش، وصراحه لانه انا كنصوبها دائما ما طاحتش عليا الفكره انني نصور لكم، لانه دائما انا هاد الطريقه اللي عندي هنايا دائما كنصوبها وكنديرها في الكونجيلاتور، يعني انا كنحتاج هاد الخليط بزاف بزاف. المهم البنات انا غادي نقول لكم شنو كندير فيه.
اول حاجه شنو غادي ديري؟ غادي تجيبي خياره بالقشور ديالها، غادي تطحنيها مع قريعه ديال الماء الورد. ماء الورد بالنسبه للناس اللي ما عندهمش حساسيه مع الحامض يديروا واحد نص حامضه غير العصير ديالها تعصر معها. الى عندك برتقال حتى هو زيديه معها. صافي البنات، وغادي نزيد معلقه ديال النشا الذره، معلقه نشا الذره معاهم، ونخلط الخليط مزيان مزيان البنات في المولينكس. ومن بعد شنو كندير؟ ما كنصفيه ما حتى شي حاجه، نخلي كل شيء ديالو وكنديرو بحال هكا في مكعبات ديال الثلج بحال هكا، وكنحطو في الكونجيلاتور. هو دابا راه باقي كاع ما جامد معايا لانه غير واحد شويه دابا بس صوبته لانه ما بقاش عندي. صافي البنات بهذه الطريقه، وكديروها كدوزيها على الوجه ديالك كامل كامل. والا في حاله مثلا ما عندكش هذه ديال المكعبات الثلج ولا ما صوبتيهم، شنو غادي ديري؟ غتجيبي شي طبيصيل بحال هكا، وغادي تخوي فيه الخليط ديالك، وغادي تحطي فيه الكوطون ديسك. المهم انا غادي نوريكم كيفاش كتشوفوا البنات. كما قلت لكم الا ما عندكش ما حطيتيش في مكعبات الثلج ولا عندك باقي ما واجدينش، غادي ديري في واحد الطبيصيل الخليط اللي خلط، غادي تاخدي واحد القدر بحال هكا، وغادي تغطسي فيه لي كوطون ديسك بحال هكا. ها انتما هكا مزيان مزيان تغطسي فيه هكا. وغادي ديريه في الكونجيلاتور يبرد مزيان 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 البنات. وغادي تشديه بحال هكا، وغادي تحطي على البلاصه اللي عندك فيها المسام واسع، على البلايص اللي عندك فيهم المسام واسع بحال هكا، بالطريقه بحال هكا. كتحطي واحد ثلاثه ديال الكوطون ديسك هنايا. صافي البنات بهذه الطريقه، ولا كدوزي على وجهك مكعب اللي صوبنا يكون جامد مزيان، وكتدوريه على الوجه ديالك، ولا كديري غير بحال هكا بالكوطون ديسك. المهم انت لك الاختيار بحال هكا. صافي البنات، وخليو الخليط بحال هكا حتى تشربوا لابو مزيان. صافي وغسلي وجهكم، بعد ديري شي كريم مرطب ولا زيت مرطب ولا اي حاجه انت مولفه لك البشره ديالك كترطبي بها البشره ديالك. صافي البنات، غير هو تبعوا البنات المراحل كامله من الاول حتى الاخر. واول حاجه البنات غادي ديروا القماش ديالكم جوج المرات في الاسبوع بالنسبه لهذا الروتين، ان شاء الله يوميا البنات يوميا غادي تتبعوا لمده اسبوع. من بعد غادي من بعد اسبوع فاش تبان لكم النتيجه زوينه بزاف، غادي تبقاو ديروه نهار اه نهار لا، نهار اه نهار لا، غتبقاو بهذه الطريقه حتى ان شاء الله غيتعالج لكم هاد البنات. غادي نقول لكم ما سخيت بكم، وان شاء الله جاي الجديد والجديد باذن الله، وجميع الوصفات اللي كطلبوا كاملين ان شاء الله غادي نحطها لكم وحده ورا وحده. بغي يكون غير الخاطر ديالكم، ما سخيتش بكم البنات، وغادي نقول لكم ان شاء الله فيديو جاي.